وهذه الآن انطباعات بعض المواطنين حول هذا الإنجاز الصحي الوطني. أروع يعني حاجة راني اللي نتجناها وخاصة في ولاية قسنطينة، راهي فرحة لينا احنا من اللي سمعناها وشفناها ونعتوها لنا، ويعني كما يقول لي حاجة ما شاء الله. أنا درت على الخارج بصح كان لقيتها قسنطينة ولا تاع الجزائر خير من تاع الخارج. والله نشوفوا دول عظمى في العالم أراهي لا تجيب في اللقاح هذا، يجيبوا في الصين وتجيبوا في روسيا وتجيبوا في الماريكان والله في بريطانيا. حنا الجزائر يعني دارت خطوة شجاعة. حنا مدابين، حنا فخور بلادنا هذه، نصنع هنا الدواء هذا هنا، فخورين به. ثم قرار الرئيس بإنتاج هذا اللقاح، ونشجع كل المواطنين على تلقيح ضد هذا الفيروس. حاجة مليحة أن الصيدلة تخدمنا حاجة كما هذه، حكاية الفاكسين، وتزاير فيها كفاءات قادرة تخدم، وتبارك الله في الدولة نتاعنا اللي راهي واقفة، ونشكرهم شكرا جزيلا. تخي بون شوز يعني، وزادوا جابوا الجزائر حاجة مليحة يعني، بلادنا حاجة مليحة، ماشي محال يصدروها لافريك، سافي سي دي زونتري دارجون للجزائر. عندنا ديك دوك دي بروفيسور راهم في جامعات وراهم يقودوا أبحاث كبيرة في العالم، وهما جزائريين، وهاد الخطوة اللي اتخذها رئيس الجمهورية أنه فتح لهم الباب يخلي هاد الناس يرجعوا في جميع أنحاء العالم. عندنا الكفاءات نتاعنا، العقل الجزائري والفكر الجزائري وفر له الشروط. خاطيك ومفخرة أيضا لنا كأمة جزائرية بين الأمم، لأنه ماهيش كثير الدول اللي مشات هذا النحو اتجاه صناعة اللقاح ولا يفيدها كثير أنها ممكن تصدروا للدول الإفريقية، وهذه حاجة مليحة حتى الاقتصاد الجزائري.